أثر جائحة كورونا على الاقتصاد التشادي عنوان عريض دارت حوله هذه الندوة العلمية التي قسمت إلى 3 محاور أساسية يريد من خلالها مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة التابع لجامعة الملك فيصل تحديد الآثار السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني. فأمام هذه الكوكبة من الدكاترة والمحاضرين بالجامعة يتقدمهم رئيس مجلس إدارتها الدكتور حسين مسار حسين. تناول البروفيسور نصر الناي آدم في محورها الأول أثر الجائحة على خطة التنمية المستقبلية، حيث استعرض الناي القطاعات الأكثر تأثرا من الجائحة، فيما تداخل الدكتور عبد الوالي آدم محمد في المحور الثاني من الندوة بموضوع تداعيات جائحة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، حيث ركز فيه على الآثار الناجمة عن هذه الجائحة على قطاع السياحة. المحور الأخير من الندوة خصصه الدكتور محمد بشر الكاتب لتقييم الأداء الاقتصادي خلال أزمة كورونا، متطرقا فيه على مدى تأثير القطاع الخاص بالجائحة لا سيما الشركات الكبرى. وعقب على جميع المحاور رئيس الجلسة الدكتور حسين مسار حسين رئيس مجلس إدارة الجامعة. قد ضربت هذه الأزمة أو هذه الجائحة الاقتصاد في عمقه، وكم في بعض الدول 50,000 عامل كانوا قد فقدوا وظائفهم. ساعتان من عمر الندوة استطاع من خلالها المحاضرون مناقشة موضوع هذه الجلسة العلمية التي بادر بها مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة كأول نشاط علمي له خلال هذا العام الجامعي الجديد، كما سمحت للمحاضرين والمشاركين فيها بتشخيص مختلف القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد-19.